فيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى عفريتة بعينين جاحظتين. أدنى تنوع البيئات وأشكال الطبيعية بين الغابات المطيرة والجبال الشاهقة وحتى الصحارى القاحلة إلى تفاوت وتنوع كبير في أشكال الحياة البرية وشكل ذلك مادة دسمة للمصورين حول العالم. والتقط أحد مصوري ناشيونال جيوغرافيك لقطات لحيوان الليمور من نوع هورسفيلد في سيفاراي تامان في إندونيسيا، حيث شكل مظهره المضحك والأليف للبعض والمخيف للبعض الآخر بسبب شبهه بالعفاريت رديات فعل متفاوتة. ويبدو هذا الحيوان المصنف من الرئيسيات غريبة، ولكن كل جانب من جوانب مظهره مصمم لمساعدته على البقاء على قيد الحياة في خضم البرية، حيث تسمح الأطراف الممدودة بالقفز بين الفروع وتغطي مسافات تبلغ حوالي 40 ضعفاً من طول جسمه، بينما توفر الوسائد الكبيرة عند أطراف أصابع اليدين والقدمين قبضة رائعة ممن يخفف حدة الاصطدام أثناء الهبوط على الأرض. وتعد العيون الصفراء الكبيرة بالإضافة للأذنين الكبيرة عاملاً مساعداً للصيد ليلاً، وأمن القدرة على تدوير رأسه 180 درجة في كل الاتجاهات، فتسمح لهذه الرئيسيات بالترصد وقت نص الفريسة.